الخطأ في التربية. هناك من الآباء تصل ابنته إلى سن التكليف الشرعي فتجده يتراخى في أمرها بالحجاب، يقول بعدها طفلة، بلغ عمرها 9 سنوات، قال طفلة بعدها صغير لا تعقدونها، بلغ عمرها 10 سنوات هم ما زالت طفلة، بلغت 11 12 ودائما يعاملها كطفلة، دائما يعاملها بنظرته. الأب أو الأم أصلا إذا يعني نريد ناخذها بشكل مستقل، الأب الأم ربما يبلغ ولدهم عمره 80 سنة ما زالوا ينظرون إليه نظرة الطفل. نظرتك ليست هي المعول، نظرة الشرع هي المعول عليها. الشرع قال تبلغ المرأة سن التكليف في السن 9، خلاص انتهى سن 9، يجب عليها ما يجب على الكبار. وهناك من يمارس العكس، من يأمر بناته بالحجاب بالشدة والقسوة والعنف ربما قبل السن الشرعي، وكلا الطريقتين غير صحيحتين. الصحيح هو التوازن، الصحيح هو اتخاذ أسلوب آخر وهو أسلوب الإقناع. لماذا؟ الآن الطفل سواء كان ولد أو بنت عندما يبلغ هذا السن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة المراهقة. الطفل قبل أن يصل إلى مرحلة الرجولة هناك مرحلة تكون برزخا بينه وبين الرجولة وهي مرحلة المراهقة. في هذه المرحلة تشعر البنت ويشعر الولد بأنه في حالة استقلال، يحتاج إلى أن يستقل بشخصيته، يحتاج إلى أن يشكل شخصيته بشخصية مختلفة عن شخصية والدته، مختلفة عن شخصية والده. فما عاد هذا الطفل كما كان في السابق يستقبل كل الأوامر من دون تبرير، من دون توضيح، من دون تبيين أسباب، بل أصبح يريد أن يعرف إذا أنت تأمرني بهذا الأمر لما؟ ما هو سبب أمرك إياي بهذا الأمر؟ إذا كنت تنهاني عن هذا الأمر ما هو السبب؟ لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا ملتفتين إلى هذا الجانب. الإمام السجاد عليه السلام في رواية يوصي أحد أبنائه، حتى نقرأ الرواية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال يا بني انظر 5 فلا تصاحبهم ولا ترافقهم. يا بني انظر 5 فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. فقال يا أبت من هم؟ عرفنيهم. فقال إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمك، وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع. الإمام السجاد عليه السلام كان يستطيع أن يقول لابنه إياك ومصاحبة الكذاب، إياك ومصاحبة الفاسق، إياك ومصاحبة البخيل، إياك ومصاحبة القاطع لرحمه إلى آخره، ويكتفي بذلك. لكن الإمام عليه السلام ملتفت إلى العمق الفكري الذي يفكر به هذا الطفل، هذا المراهق، هذا الابن، ملتفت إلى أن الآن أنا أحذر ابني من صنوف من الناس، أنهى ابني عن مصاحبة صنوف من الناس، لابد أبين له السبب.
لأني إن حذرته من أنس طبعا سيتساءل، أنا لابد أشبع هذا روح السؤال التي عنده. أحذرك يا بني أن تصاحب الكذاب، لماذا؟ لأنه كذا وكذا. لا تصاحب البخيل، لأنه كذا وكذا وهكذا. فلذلك أسلوب الإقناع لابد أن يكون هو الأسلوب المتبع لإقناع البنت وإقناع الولد بالتكاليف الشرعية.